بغيت ندير كونسيبت، كون درت ليكم فلوق في يوتيوب دخلت الزباله فلوس. انا عارف حاليا عندي تفاعل طالع، هو طالع تفاعل، نمشي ندير يوتيوب وندخل به زباله ديال الفلوس. الحمد لله ما محتاجش لهادشي، وقلت لكم داك المره وغنعاود نقولها لكم. الحمد لله انا ما محتاجش لداكشي. انا كيعجبني السوشيال ميديا، كيعجبني نبارطاجي لي فيديو ديالي، كيعجبني من شحال هادي وانا كنت باغي يطلع ليا التفاعل، كنخدم على راسي باش نتشهر. بزاف ديال الحوايج هادشي ما كنتش باغي يجيني في هاد الظروف. كون جاني فشي ظروف اخرين كنت غنفرح، كنت غنكون فرحان، وكنت غادي ما نعرف شنو غندير. انا ما فرحانش بهاد التفاعل، باش نكون واضح، انا ما فرحانش بهاد التفاعل حيت جاني في هاد الظروف. الحاجه الوحيده اللي فرحان بها طلع لي التفاعل ودعوا لي مع مرتي الله يرحمها ويوسع عليها، دعوا معايا الناس في المغرب، خارج المغرب، في العالم العربي، في العالم كله دعا معاها، وهاد الحاجه فرحتني. نقول لكم اخوت، الله يسامح لاي واحد من القلب، حيت ما كذبش عليكم، فريمون بنادم اداني بزاف. كنشوف راسي وليت اقسم بالله ما كنقدرش نعس، كنبقى نقول واش انا بصح ديك السيده خديت فيها الذنوب، واش انا بصح غلطت، واش انا بصح غلطت. واش انا بصح غلطت؟ خوت واش كتسمعوني خدام دابا مزيان لايف؟ مزيان مشى الواي فاي. قلت لكم الخوت احكا ما تصورش الجنازه، انا ما صورتش الجنازه، كون صورت الجنازه هي نشد لكم تليفون ومقاشد، ها هما الطلبه، ها هما كذا، احنا غاديين، احنا مشينا. انا حطيت لقطه كرميو عليها الرملة وقولوا لي يا رب بنادم ما كيديرهاش. شوف واش الصوت كيتسمع، كيتسمع شوف واش الصوت كيتسمع، كيتسمع الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار هذا. ما عندي جهد، انا ما عنديش جد، ما غنقدرش نرجعها، ولا غادي نقدر نزيد لها نهار في عمرها، ولا غادي نقدر ندير شي حاجه اللي بغاها وحنا في نادي الله سبحانه وتعالى. كل ما تتشي موتة اللي ماشي هي هذيك اللي نقول لكم، غنبقى نفكر غنمرض موتة ديال الله، اش غندير؟ الله بغاها خصني نشق راسي، ياك خصني نبقى ست شهور وانا ما كناكل ما كننعس، غسد عليا بيتي باش نسمى راه حزين. انا ما عنديش مع الدراما، انا عندي نيشان. كون بغيت ندير فيها الدراما ما عرفتش شنو، واش
كون بغيت ندخل الفلوس كون دخلت سبالة الفلوس، ما غنتسنى شي واحد يقول كون دخلت سبالة ديال الفلوس، ولكن لا ما عطيناش خاطري نهائي. الحمد لله مهمتي ما مربيانيش على هادشي. انا كندير انترنت لحبي لهذا المجال من انا صغير، ومن شحال هادي راه كاينين فيكم شي ناس اللي كانوا كيتبعوني شحال هادي. هادشي ماشي عاد بديتو، من 2018 2017 راه كندير كونسيبت ديالي وكان خدام على راسي، ولكن عمرني درت يوتيوب. ما غنحتاجش كنشرح لكم. سالت لي نهضر حق الله اللي كاين، راني قلتو مزيود راني خويتها صافي. الميساج اللي كنخصو الميساج اللي وصل صاحبي راه وصل. شكرا بزاف لهاد السيد، الله يرحم ليك. اقسم بالله الناس واخا شنو نقول، طيبين خص شي عباره اخرى اكثر من هاد الطيبين. لا هو لا الوالده ديالو لا خالاته ولا الناس العائله ديالو كاملين، الناس ديال العين هنا. انا ما كنبغيش نذكر السميات حيت انا عارف كاينين بزاف، يعني ما يمكنش تجبد واحد، ولا كاينين بزاف هما راه عارفين راسهم وعارفين المكانه ديالهم في قلبي. وقفوا على الجنازه ديالها، دوزوا لها احسن جنازه، ما خلوني نفكر في حتى شي حاجه، فريمون ما خلوني نفكر في حتى شي حاجه. انا حيت ما نكذبش عليكم الخوت، انا كنت بوحدي، كون ربي ما صيفطش لي هاد الناس راه نهار غتموت لي ما غنعرفش نمشي فين نمشي نجيب شهاده الوفاه. ما كنتش غنعرف، كنت غنبقى واحد. الحمد لله وراوني قيداوني عرفني تمشي اشنو دير. اجي ما غاتمشيش بوحدك، هزو من هنا دي هنا سير دفنها. غير لو كنتشوفوا اخوان، لو كنتشوفوا غير صلاه جنازه ديال شيماء شحال كان من واحد في الجامع. اقسم بالله ما تقولوا لي علاش حطيتي داك الشيء. هي في واحد البلاد ماشي بلادها، والجامع بلان بعباد الله. علاش؟ حيت شافوا ديك ستوري. الحمد لله على كل. خويا نوري غزال. ايه الشكاه؟ صافا عليك بخير مزيان اليوم؟ الحمد لله اخويا الحبيب، الله يحفظك. الله يكفر بك، كيف بخيتي مزيان؟ الحمد لله اخويا. الله يحفظك اخويا العزيز. الله يحفظك. الله يحفظك. يرحم المرحوم اخويا. اللهم امين اخويا الشكاه، الله يحفظك لي اخويا. الله يحفظك. صافي واش كاين اخويا؟ كنقول راه والو صافي حبيبي. انا واحد شويه سير اخويا نوري. اللهم يسير. مرحبا اخويا العزيز، الله يحفظك لي اخويا. سير لك بارك الله يحفظك. تحياتي. اللهم امين اخوتي. شكرا لاي واحد كيدعي معاها. قولي الله يحفظك لي، الله يحفظك. اي واحد اخوتي صيفط شي حاجه شكرا بزاف. غير والله اخوتي ما باغي شي حاجه، اقسم بالله العلي العظيم ما باغي شي حاجه. درت هذا اللايف هنا علاش؟ حيت عارفه غيوصل كثر ما غيوصل في انستغرام، وغيسمعوه الناس كثر ما غيسمعوه في انستغرام. وعارف شي، انا اقسم لكم بالله العلي العظيم راه هادشي كامل حقا. راه دار لايف تيك توك شحال صرف الفلوس؟ لا ماشي هادي القليله غتقال. راه دار لايف تيك توك، علاش ما داروش في انستغرام؟ ولكن شوف المناعه قوات الحمد لله. ما بقاش دابا فهمتي، ما بقاش كيديروا يقولوا لها، ما بقاش كدرنا حتى شي حاجه. اللي صعيب داز. وقولوا دابا اللي بغيتوا تقولوا، انا اللي عندي قلتو. حيت انا نقول لكم اخر رساله باش نقطع اللايف اخويا. اخر حاجه غادي نقول، انا الحمد لله ربي عطاني واحد القوه ديال الصبر، حيت كنامن به، كنامن بالله سبحانه وتعالى، كنامن بالقدره ديال الله سبحانه وتعالى، كما وكنامن بالقضاء والقدر. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، انا تابعيني بزاف ديال الحوايج كانت باغاهم المرحوم نيت الله يرحمه ويوسع عليه، كنا دايرينهم جوج كاحلام، باقي تابعيني خصني نخدم عليهم باش نوصل لهم واخا. دونك انا ما غاديش نتنق راسي، وما غاديش نطيح في كتير، وما غاديش نسد على راسي في البيت، وما غاديش نبقى بلا ماكله، وما غاديش نبقى كل نهار كنبكي. تابعيني احلام ديال ديك السيده الله يرحمها ويوسع عليها خصني نحققها واخا. هادشي اللي كاين يا اخوان، نتمنى تكونوا فهمتوني. والله يرحم اي واحد، جميع المسلمين يا رب، والله يشافي كاع مرضى السرطان،
والله اخوتي هادشي ما ساهل. اي مرض ماشي غير السرطان، الله يشافي المرضى، الله يشافي جميع مرضى مرضى المسلمين. غير هو اللي غنصحكم يا اخوان، نصحكم واحد النصيحه، تعرفوا شي واحد مريض وقفوا معاه كيف ما كان يكون، شنو ما كان جملته وقفوا معاه، وما تبقاوش تهرسوا في عباد الله. انت سيدي انت ما عجبكش شي حاجه، انا مثلا انا سيدي درت واحد الغلط ما عجبكش، لا داعي انك دير كومونتير وتسبني فيه. تقدر تدوز، تقدر تطلع وما ديرش لي ابوني وما تبانيش. سينيالي اخويا، دير سينياليني ما عجبكش سينياليني. كنا انا راه مع راسي كنقص مع راسي، كنقول شو على تفاهه، شحال من واحد ما كيعجبنيش في السوشيال ميديا كنا، ولكن ما كنمشيش نكومونتير ونبدا نسب. كندخل ما عجبتني شي حاجه كنطلع. وقفوا مع بعضياتكم يا اخوان وساندوا بعضياتكم، ما تكونوش حاقودين. الحقد خايب، اقسم بالله خايب، واي واحد كيحسب له راسه هذا الشيء راه سهل راه غيخرج فيه. والله ما سهل دي ذنوب شي واحد، والله ما سهل. ما كندويش على راسي، انا كندوي دابا بصفه عامه، والله ما سهل. خويا خليفه دابا موقيتش انك تكعب، موقيتش انك تبقى تهز البال وتفكر، موقيتش والو دابا صاحبي، بقيت خدم على راسك، سواء في هادشي اللي انت غادي فيه، سواء في خدمتك، سواء في الدومين ديالك، سواء ماشي ليه ضروري ما كاينش بوحدك، مخلي خوتك في المغرب، عارف عندك خو كبر منك فهاد الكبير، سمعتي ليه بدي لك بدي لك نعم. صافي هذا كان اول لايف، الاخر لايف غيتحل في هذا الموضوع هذا. صافي اللي بغى يوصل شي ميساج راه وصل، سمعتي ليه شنو غنقول لك عاوتاني. المهم انا معاك، الله انا معاك الغارق كيفاش يا صاحبي. اخوان فراسك ما طليناش كاع على الكومونتير، شكرا بزاف الكومونتير كاملين هما هادو، الحمد لله الناس كيتعاونوا، الحمد لله كيواسي وفك، الحمد لله شكرا بزاف الخوت. شوف اللي عطيه سيدي ربي المحبه ديال الناس، عرف راسي سيدي ربي كيحبو، سمعتيني، الناس ماشي غاتجي وغاتبغيك، عرف راسي سيدي ربي كيبغيك. خوتي والله ما نقدرش نقرا لي كومونتير كاملين، شكرا بزاف على هاد الحبه ديالكم.